والعنف والتطرف. اتحدوا حتى نوقف الإرهاب الأكبر عليه تماما. اتحدوا حتى نمنع التدخلات السافرة، حتى لو قلت الفاجرة، لبعض الدول العظمى في المنطقة العربية التي لا تريد لها الاستقرار. فلا بديل إلا أن نتحد جميعا من أجل السلام ومن أجل العدل. 8 سنين اللي فاتت من بعد 2011 أعتقد من وجهة نظري أنها كانت تسبب جرح في جسد الأمة، رغم أن بدايتها كانت بدايات نبيلة وصادقة لمجموعة من الناس الذين خرجوا من أجل العدل، من أجل الإنسانية، من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. ولكن للأسف لم يتحقق ذلك، وكانت النتيجة ملايين النازحين في المنطقة العربية، مئات الآلاف من الجرحى وعشرات الآلاف من القتلى، سواء قتلوا بالرصاص أو نتيجة المتفجرات أو غرقوا في البحر هربا من الظلم والفساد والقتل أو لعدم وجود المأكل والمأكل. للأسف الشديد كانت البداية نبيلة وبداية صادقة،